السلام عليكم، أنا الأبد الطيف رايان اللي توفى عمو في البير البارح. كان اليوم الذكرى ديالو، ودابا اليوم تزاد لي وليد هنايا في الثانية درمل، والحمد لله فرحانين، الله يجازيكم بخير. شكرا. في هذه المناسبة بغيت نخبر المغاربة اللي وقفوا معنا وتضامنوا معنا، والشعوب والقبائل كاملين اللي وقفوا معنا، الله يجازيهم بخير، السلطة والدرك الملكي والناس كاملين، وسيدنا الله ينصرو. شنو كاين ديالك هاد النهار هذا؟ النهار هذا راه فرحان بزاف، فرحان يعني واحد الفرحة ما تصورش. لا ولدت على خير الحمد لله، وقفوا معها يعني مزيان الحمد لله، يعني ولدت على خير. ولدت عادية ولا عملية ولا عادية؟ لا عادية بلا عملية. مستشفى؟ لا تعاملوا معها مزيان، تعاملوا معها بلطف، يعني ساعدونا تصبح مزيان، وقفوا معنا الله يجازيهم بخير. الحمد لله ما بقاش يتفكر ديك الشيء اللي وقع تما، وهذه دابا انا في تطوان مرتاح الحمد لله. شنو ساعة الزوجة ديالك تزاد لكم من بعد؟ مع ديك 12 و 4 هذايا الليل ولا النهار؟ لا النهار 12 و 4 النهار. دابا السمية باقي تنطلق على الأم ديالو، عاد باش نختاروا السمية، ما نشوفوا السمية اللي باقي ما عرفش السمية اللي بي. أعتقد رايح. لا رايان، لا رايان ما نقدر، يعني سميه رايان. رايان كان واحد مات الله يرحمه، قدر يسمي اي واحد، انا ما نقدرش نسمي رايان، يعني ما في الاسلام ديالنا ما يمكنش اذا عاود السميه، يعني ربي دا واحد رايان تعاودو انت بحال اللي ما رضيتش بالحكم الله. السلام عليكم، انا ام درايان. المناسبه ديالي وخا يعني بارح كان ذكرى وفاة ريان من بعد عام، بالحق الحمد لله بارح سما كان من هذيك شي حاجة صعيب، شي حاجة بالحق ربي كبير. النهار هذا يا وصبح يوم جديد وفرحة جديدة، ربي يحب ورزقني بوليد آخر الحمد لله نشكره وشي الله الحمد لله عليه. شوية كشوية صعيبة بالحق شوية الحمد لله، ساعدوا معايا الدكاتره الله يوقف معاهم الله يرحم الموالدين الحمد لله. داكشي جاز مزيان الحمد لله مزيان، الله عمره سلعة الله يرحم الموالدين الله يوقف معاهم، وقفوا معايا كما وقفوا معايا ربي يوقف معاهم الحمد لله مزيان، التعامل ديالهم كان مزيان، كنحس بفرحه جديده يعني الذكرى وفاه رايان ربي حبيب عاوت الحمد لله، ربي يحفي فرحنا ورزقنا بوليد اخر الحمد لله نشكره، هو الله رضى على داكشي كان مكتب عليهم مكتب علينا كاملين الحمد لله، ربي يخلفونا الحمد لله نشكره. ايوا الحمد لله ربي كبير، ربي هو اللي كيعطي هو اللي كياخذ الحمد لله. فرحة ديالنا اليوم كانت كبيرة، وكنشكر الناس اللي ساعدونا واللي وقفوا معنا والله يرحم الوالدين الله يكثر خيرهم، كنشكر سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. دكتور الحضري سعيد، اختصاصي في امراض النساء والتوليد بمستشفى الثانية دار الرمل والمضيق. استقبلنا اليوم بفضل الله الام الطفل ريان اللي توفاه، اللي عارفين القصه ديالو تحليم الشاون، ورزق ربي واحد حتى هو اليوم الولد ولدت عنا في احسن الظروف، وتهلينا كل شيء خرج بخير وعلى خير والحمد لله هي معنا، وفرحنا جميعا سورتو الطاقم الطبي ولا الممرضين ولا المستشفى كامل، لنا الشرف كبير باش جات عندنا هذه السيده، والحمد لله كنتقدموا التهاني للزوج ديالها والام ديالهم والعائله ديالهم كاملين والمغاربه كاملين، وكان كما كتذكروا بان هذا الولد اللي قام بجمع العالم كله كان عليه، يعني هذا الطفل اللي رزق الله سبحانه وتعالى، هذا الطفل هذا راه هو بحال الطفل ديال المغاربه كاملين،
ود الناس اللي متبعين والحمد لله وكلشي خرج بخير وعلى خير والسلام عليكم. مروه الخديم والده في قسم الولاده في مستشفى الثانيه درمل بتطوان. اليوم استقبلنا الام ديال ريان اللي كيعرف ريان اللي كيعرفوا العالم ماشي غير المغرب. الحمد لله الولاده ديالها دازت ولاده طبيعيه ودازت في احسن الظروف، وكيحصل لي الشرف انني اليوم انا اللي شرفت على الولاده ديالها وولدتها واستقبل ديك المولود الجديد اللي كان هو مولود ذكر. نطلبوا على الله يعوضها خير وتشوف فيه كي بغات، وحنا فرحانين كاملين. لا وكنشكر حتى الاذاعه اللي كانت هنا والصحافه وجاوتهما باش يكونوا معنا في هذه الفرحه هذه.